مساء الخير مشاهدينا، بنرحب بكل مشاهدي حلقة النهاردة من طبيب اليوم. وإحنا تاني وتالت ورابع مهم جدا إن إحنا نتكلم عن مرض العصر اللي هو السمنة، اللي كلنا بقى عندنا رعب منه. طول الوقت بنسمع أغلب الناس اللي حوالينا عاملين دايت، وكمان بقينا مهتمين إحنا زدنا كم كيلو وخسينا كم كيلو، وبقى أغلبنا بيفرح قوي لما بيسمع كلمة على فكرة أنت خسيت قوي. لكن ناس مننا كتير يأست وجالها إحباط من كتر ما جربت طرق كتير جدا علشان تخس، لكن النتيجة بتكون غير مرضية. النهاردة احنا هنتكلم عن كل مشاكل السمنة واهم الحلول اللي نقدر نوصل بيها للوزن المثالي اللي كلنا بنتمناه علشان نقدر نعيش بصحة افضل، مع دكتور المنورنا النهاردة الاستاذ الدكتور محمد عبد المنعم مرزوق، استاذ جراحات السمنة جامعة عين شمس وعضو الجمعية الاوروبية والامريكية لجراحات السمنة. حاول حلقتنا النهاردة من وجهة نظر كل دكتور لازم يقول لنا ما هي السمنة، ما هي المشاكل اللي بتسببها، وأهم الحلول لمشاكل السمنة. أهلا يا دكتور. أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. هو تعريف السمنة طبعا احنا تعريف دارج عندنا، ومهم قوي ان احنا ناخد رؤية كل طبيب عن السمنة والمشاكل اللي بتسببها وازاي نقدر نعالجها واحدث الطرق لغاية دلوقتي، سواء كانت جراحات او دايت او ادوية او يعني واسلوب حياة للسمنة. فقول لنا الاول كده من وجهة نظرك انت شايف السمنة ايه؟ هو مفهوم السمنة لازم يبقى واضح عند كل السادة المشاهدين. السمنة هي باختصار احنا بنعمل حسبة بسيطة عشان نعرف حاجة اسمها معدل كتلة الجسم، بنقسم الوزن على مربع الطول بالمتر، يطلع لنا رقم، لو الرقم دوت اكتر من 30 يبقى هذا الشخص يعاني من السمنة، لو اكتر من 35 يبقى يعاني من السمنة المفرطة. او بطريقة تانية، لو كل واحد شال 100 من طوله المفروض ده يبقى الوزن المثالي بتاعه، لو واحد طوله 170 سنتي وشال 100 يبقى 70 كيلو، لو هو عنده أكتر من 30 كيلو يبقى هو عنده سمنة مفرطة. دلوقتي هنا ده معدل كتلة الجسم احنا بنقسم. ازاي نعرف ان وزننا طبيعي؟ بالظبط كده، يعني اي حد يقدر يعمل كده، يقسم الوزن على مربع الطول بالمتر. ايوه، يطلع له رقم، الرقم دوت اكتر من 30 يبقى ده على طول سمنة، اكتر من 35 يبقى سمنة من الدرجة الاولى، اكتر من 40 ده سمنة مفرطة محتاجة تدخل فوري. طبعا مش هنزهق ابدا ان احنا نقول المشاكل اللي بتسببها السمنة غير الشكل طبعا العام. لا، الشكل ده اخر حاجة نهتم بيها. السمنة المفرطة حاجة تؤثر على الصحة العامة وتؤثر على متوسط الاعمار وتؤثر على الحياة، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكوليسترول، مشاكل في القلب زي جلطات، ذبحات، بعد الشر عليهم كلهم يعني، السكر، آلام المفاصل، تقليل القدرة على الإنجاب خاصة لدى السيدات، دي كلها مشاكل بتبقى سببها السمنة. تمام. طيب دلوقتي قبل ما نتكلم عن الجراحات، ايه الحلول البديلة للجراحات اللي هي ممكن الانسان يلجأ ليها وتؤدي به الى انه هو يوصل للنتيجة اللي عايزها المرضية، قبل ما نتكلم بقى عن اخر مرحلة اللي هي الجراحات؟ تمام. هو في الاول بس لازم نبقى فاهمين ان هو لو هو عنده سمنة مفرطة هيبقى الحلول زي الرجيم او الرياضة او إزابة الدهون، الحاجات الموضعية ديت بتبقى مش هتجيب نتيجة كويسة معاه، لكن دي في الأوزان القليلة، يعني واحد وزنه عنده 10 كيلو زيادة أو 15 كيلو زيادة يستفيد كويس من الأدوية أو من التمارين الرياضية مع شوية دايت، يعني ممكن يجيبوا نتيجة. لو هو عنده 15 كيلو زيادة 20 كيلو زيادة، لكن أكتر من كده الحقيقة بيبقى صعب شوية. طيب الأدوية اللي ممكن إن هي تقفل الشهية بتنصح بيها يا دكتور مع هذه الأنظمة؟ انصح بيها لو مع نظام غذائي كويس، ولو هو ما عندوش سمنه مفرطه يعني معدل كتله الجسم بتاعه ما يبقاش عالي قوي يعني. طب بالنسبه للسمنه المفرطه اللي هي بقى من الدرجه الاولى، تمام، حلها من الاخر، انسب حل ليها من الاخر بالون المعده. البالون، بالون. طيب. المعده من الحاجات الامنه اللي هي ما بتبقاش، وهي دي بنسميها دي كيس، يعني حالنا يومي يخرج من المستشفى على طول بعد ساعتين او ثلاثة، هي مش عملية، هي منظار من الفم،
بتاخد حيز كبير من المعدة بحيث ان اللي حاططها يقعد 6 شهور بيها، وبيبقى مش بياكل كويس، مش عارف، لان على طول حاسس ان معدته مليانه. ما هو مش بياكل كويس دي عايزين نفسرها للمشاهد. مش بياكل عشان هو حاسس ان هو شبعان، يعني مش بياكل كويس ان عنده مشاكل. لا لا لا، هو لا. مش هو حاسس مش بالشبع. بياكل بشهيته اللي قبل العمليه. ايوه. الصوره دي بقى بتوضح ايه؟ الصوره ديت بتوضح ده فيديو بيوضح ازاي ازاي بنركب البالون. تمام. عن طريق الفم زي ما قلت لحضرتك، وبتبقى بنج خفيف خالص، مش بنج كامل، يعني زي مهدئ او منوم. طب دي حاجه كويسه انه مش بنج كامل. بالظبط. في ناس عندهم حساسيه من البنج الكامل. طبعا. فاحنا عايزين نطمنهم ونقول لهم لا، ده بنج خفيف وخلاص. دلوقتي الدنيا اتغيرت وبقى في تقدم كتير. طبعا. حتى في هذا النوع من العمليه. زي ما هي اتنفخت كده بتتنفخ وتاخد الحيز، تملى جزء كبير من المعده بحيث ان الاحساس بالجوع يبقى اقل بكتير. تمام. طب في خوف من الماده المصنعه او السائل اللي بنملى بيه بالون المعده ده؟ لا 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 خالص، ملوش اي اعراض جانبيه. هي بس في بعض الحالات القليله اللي هي لا تذكر، يعني نسبه قليله جدا، ممكن تعمل شويه التهابات في جدار المعده، وده بيمشي بالعلاج، بيجيب نتيجه كويسه للعلاج. في اي اثار جانبيه بعد ما بنزيل هذا البالون؟ يعني قلت انه في 6 شهور ممكن يخس من 20 ل 40 كيلو في خلال ال6 شهور دول. طيب، وبعد كده نشيل البالون؟ بعد كده بتتشال، لازم تتشال، ما ينفعش تقعد اكتر من كده، لانها ممكن تعمل ضغط على جدار المعده. بعد ما تتشال كله بقى يرجع لاراده المريض، هل هيقدر ان هو يحتفظ بوزنه بالوزن اللي فقده ولا هيرجع تاني؟ دي بتبقى محل شك طبعا. طب ما هو احنا كده خلينا نقف بقى الوقفه دي شويه مع حضرتك. تمام. بعد ازاله بالون المعده بعديها ب6 شهور قلت ان مفيش اثار جانبيه. ايوه. ولكن بعد كده برضو المريض لازم ان هو يفضل ماشي على نظام الغذائي معينه. طبعا. نظام حياه ونظام غذاء معين. في مجال انه يرجع تاني بعد العمليه؟ في مجال. عشان كده احنا دايما بننصح للبالون للاوزان القليله، او لو حد عنده مناسبه، واحده فرحها قريب، تعملها بسرعه وتخس بسرعه. ايه ده، واحده فرحها قريب؟ ممكن السرعه دي؟ لان هي مش جراحه، مفيش اي حاجه بتبان فيها خالص، محدش هيحس اصلا انها مركبه بالون او حاجه. وتقدر انها تخس ال 15 او ال 20 كيلو اللي هي محتاجاهم بسرعه فعلا. يبقى في مجال انه يرجع الوزن تاني علشان الناس تبقى عارفه ويبقى في مصداقيه كده واحنا بنكلمهم. لكن احنا مهم حسب ارادتهم، لو هو عنده اراده هيقدر ان هو يكمل على النظام الغذائي ومش هيرجع يتخن تاني. طيب، ده بالنسبه لبالون المعده. تمام. انت بتنصح يا دكتور ببالون المعده على اساس الاوزان القليله؟ انا لسه كنت بقول السمنه المفرطه فقلت لي البالون، فدلوقتي انت بتقول الاوزان القليله. لا، السمنه المفرطه المرحله الاولى، احنا اول السؤال كان تمام. اوكي. اللي هم المرحله الاولى اللي هم معدل كتله الجسم بتاعهم من 30 ل 35 او 36 بالكتير. اوكي. طيب، ايه البديل تاني غير بالون المعده؟ البديل احنا عندنا بقى الحلول الجزائيه، يعني اللي هنتكلم عنه النهارده اللي هي عمليه تكميم المعده، او في ناس بتسميها قص المعده، او الاستئصال الطولي للمعده. ودي بقت منتشره جدا دلوقتي منتشرة. وبتجيب نتائج هايله طبعا، لان هي معدلات الامان فيها زادت عن الاول. خبرات الجراحين بيها زادت، وبقت العمليه اسهل شويه ونتائجها فعاله، وما بتحتاجش يعني ليها مميزات كتير الحقيقه، هنشرحها دلوقتي. طيب، يعني تحب اسالك السؤال ده ولا بعد ما تشرح تكميم المعده؟ عايزه اعرف الفرق بين تكميم المعده وتدبيس المعده. تمام. في حاجه اسمها تدبيس المعده؟ لو تدبيس المعده ممكن يحصل لهم خلط في المفهومين، يعني لا، ده حاجه وده حاجه. تكميم المعده، كلمه تكميم جايه من الكم، انها تبقى المعده شبه الكم بتاع الجاكيت او البلوزه او القميص، ومن هنا جايه كلمه تكميم. من هنا جايه كلمه تكميم، حتى هي بالانجلش اسمها سليف، يعني كم. بنستأصل حوالي 85% من المعده، والمريض بيعيش كويس جدا بالكميه اللي فاضله، يقدر يتناول بيها كل الوجبات اللي يحبها. بس بننصح ان السكريات ما تبقاش كتير، نقللها. الحاجه الثانيه ان هو الجزء المستأصل ده التكميم بقى يا دكتور. ده التكميم، ده الفيديو بتاع التكميم. دي المعده. المعده بتبقى الساعه بتاعتها حوالي لتر ونص، بعد العمليه بتبقى 100 سنتي بس. العمليه فيها ميزه مهمه قوي، والجزء طبعا الجزء المستأصل بنشيله، عشان في ناس بتبقى فاهمه ان هو بيفضل جوه. لا، بنشيله من خلال الفتحات الصغيره بتاعتنا، الفتحه بتبقى سنتي. بيقدر يشرب وياكل كويس جدا. الميزه اللي فيها ان ما فيهاش قيء،
زي ما حضرتك سالتيني السؤال الجميل دلوقتي اللي هو تدبيس المعده. تدبيس المعده دي كانت عمليه ده بتعتمد كلها ان انا اخلي المريض يعاني دائما من القيء. فكانت بتبقى ليه يا دكتور؟ لان هو بنعمل زي جيب صغير قوي من المعده فوق، ونخلي الفتحه بتاعته ضيقه قوي بحيث ان هو لو كل اي حاجه زياده يجي له قيء على طول. ده التدبيس. وما بتنصحش بيه؟ لا، هي عمليه اتلغت الحقيقه خلاص، ومحدش بيعملها. يعني نلغي هذا المصطلح يا دكتور؟ يفضل بالنسبه للي بيشوفونا دلوقتي ما يتكلموش عن التدبيس، وخلاص التدبيس يعني شيء اتلغى وما بقاش دلوقتي بيتم التعامل بيه. سنه 2008 الحقيقه، من سنه 2008 الجمعيات السمنه كلها نصحت ان عمليه تدبيس المعده تبقى ملغيه. طيب استعدنا عنه بقى بالتكميم. بتكميم المعده. طب تاني بتفاصيل كده للناس عشان تبقى مطمنه، ازاي بيتم التكميم، وبعد التكميم بقى ايه التعليمات اللي لازم يمشي عليها المريض بعد عمليه التكميم؟ تمام. هو المريض بيعمل التحاليل العاديه اللي يعملها قبل اي عمليه، وبيخش المستشفى بيعملها في نفس اليوم، وتاني يوم الصبح بيروح. هي بتتعمل بالمنظار من البطن، عباره عن فتحات صغيره خالص في البطن كلها سنتي او نص سنتي، وتاني يوم بيروح البيت يبدا يشرب سوائل لمده اسبوع، بعدين اسبوع كمان اسبوع سوائل بس. اسبوع سوائل بس، ما بيحسش بالجوع. بدون طعم؟ بدون طعم، وما بيحسش بالجوع، ما بيبقاش في اي مشكله فعلا. يبقى اقول اقعد اسبوع اسبوع من غير اكل سوائل بس يا دكتور؟ يعني الموضوع برضو مش سهل. مش بس هو ما عندوش احساس بالجوع، هو يا دوب من علبه عصير ما يقدرش يكملها يعني. طب ما بيعوضش ده بفيتامينات مثلا؟ لا. معينه بيحسش بضعف عام؟ لا لا، ما بنحتاجش فيتامينات في التكميم. الجسم بيبدا يطلع طاقه من مخزون الدهون اللي موجود جوه فيه. تمام. طيب معانا دلوقتي ثلاث صور عايزين تعليق من حضرتك عليهم. نشوف الصوره الاولى اهي. دي صوره للفكره بتاعت عمليه تكميم المعده. نفس الفكره اللي عرضناها في الفيديو تقريبا. الجزء المستأصل دوت بحوالي 85% من المعده الاصليه. والجزء اللي فاضل دوت 15%، والمريض بيقدر يتعايش بيه ويزاول حياته المهنيه، يعني حتى لو كان بيشتغل في مهنه تحتاج لقوه او تحتاج لقوه بدنيه ما فيش مشكله خالص. تمام. الصوره الثانيه دي منظر للجزء المستأصل من المعدة، منظر لايف بقى مش انيميشن. صعبة. منظر للجزء المعدة المستأصل بعد ما خلصنا العملية. طيب ده منظر الحقيقة، ده منظر يمكن الناس ما تاخدش بالها منها. دي الدباسات او الدبابيس اللي احنا بنستخدمها في الجراحات بتاعتنا. هي في طبعا منها انواع، وبتبقى يعني هي اللي بتساعدنا في ان احنا ننهي العملية بسرعة الحقيقة. طيب المريض بينزل قد ايه بعد عمليه التكميم؟ احنا ممكن نقول ان متوسط النزول من 6 ل 10 كيلو في الشهر. بعد التكميم 6 ل 10 كيلو في الشهر كل شهر. في اول 6 شهور. بعد كده بيبقى النزول اقل شويه. في التكميم بيبقى في الاول سريع، يعني مع التكميم ممكن اول شهر بنبقى منتظرين ان هو ما بين 12 او 15 كيلو. على اساس ان احنا بعد شهرين او ثلاثه بالكتير بيبقى المريض لما يقابل حد ما شافوش قبل العمليه ما بيعرفوش. فعلا؟ طيب هل المريض ممكن يرجع تاني لوزنه السابق؟ لا لا، الا اذا كل سكريات. اذا اتبع، لا يعني اذا اتبع العادات الغذائيه اللي كان بيتبعها قبل العمليه. لا ما بيرجعش في التكميم، ما بيرجعش فعلا. فعلا يعني مهما كل هو مش هيقدر ياكل، هو هياكل لحد نسبه معينه وبعدين هيحس بالشبع. هو تقريبا للأكل. بالظبط، هو بياكل ربع اللي كان بياكله قبل كده. تمام. طيب الحقيقه في ناس كتير بيسالوني وبيقولوا احنا عملنا شفط قبل كده وما خسناش وكذا مره، مش عايزين خلاص نتعرض لعمليات الشفط، بتنصحهم بالتكميم؟ هو في مفهوم برضو عند الناس موضوع شفط الدهون. احنا في حاجه عندنا اسمها سمنه مفرطه عامه وسمنه موضعيه. السمنه الموضعيه ديت يعني حد بطنه اللي مضايقاه، الارداف اللي مضايقاه، الدراعات، فدي اسمها سمنه موضعيه. لو هو حاجه من دول بس اللي مضايقاه يبقى هو يعمل شفط دهون في المنطقه ديت. ولكن لو هو عنده سمنه عامه، يعني واحد وزنه مثلا 130 كيلو او 140 كيلو ويقول انا هروح اعمل شفط دهون، طبعا ما يناسبوش، لان هو مهما شفط هيخس قد ايه؟ 10 كيلو. يبقى احنا هنا كيلو. بنتكلم بقى عن اللي بيعانوا من السمنه العامه، مش الموضعيه المفرطه. بالظبط كده. هنا بقى احنا بنقول لهم لا، يعني توجهوا لتكميم المعده. بالظبط. هو ده الحل المثالي والافضل بالنسبه والأأمن. الاكثر امن. شفط الدهون العادي. شفط الدهون ده لو حاجه موضعيه، لو سمنه موضعيه، حد عايز يشفط من منطقه البطن او الارداف، الدراعات، اي منطقه من الجسم مضايقاه او مضايقاها يقدر يشفط منها لو هي منطقه واحده.
لو هو ما عندوش سمنه عامه. يعني واحد وزنه مثلا 80 كيلو بس عنده بطن، ده مثلا يبقى حل مثالي ان هو يعمل شفط دهون من البطن. طب ما هو في ناس بتعمل شفط فعلا وبيرجع لها مره ثانيه الدهون. وارد، عشان كده الشفط الدهون مش حل جذري. يبقى التكميم خلينا نقول ان هو دلوقتي بناكد بالزبط. يعني ان هو ده الحل الامن والجذري. طيب ايه مفهومك يا دكتور عن عمليات تغيير المسار؟ تمام، هي فين موضعها؟ تمام، عمليه تحويل مسار المعده. تحويل مسار المعده هي عمليه كان في قبل كده بتتعمل تحويل المسار العادي، دلوقتي في حاجه طالعه اسمها تحويل المسار المصغر. دي بتبقى بنغير المسار بتاع الاكل بحيث ان المريض تقل الكميه بتاعه الاكل اللي بياخدها، وفي نفس الوقت كمان يقل الامتصاص والاستفادة الجسم من الاكل. هنا ما بنقصش بقى جزء من المعدة، بنعمل جيب صغير. بنعمل جيب صغير. بنقص بس ما بنشيلش، يعني ما بنستأصلش، بتفضل كل حاجه جوه موجوده على عكس التكميم ان احنا بنشيل الجزء اللي استأصلناه من المعدة. لكن في التحويل المسار بنغير مسار الاكل بحيث ان الاكل ما يعديش على الاثنى عشر وعلى اول جزء من الامعاء الصغيره، بحيث ان هو الاستفاده بتاعه الجسم تبقى تقريبا 30% من الاكل بس. طيب عمليه تحويل المسار هي خلاص شرحت لنا هي بتختلف ايه عن التكميم، بتنصح بيها مين؟ انصح بيها المريض السكر لانها بتشفي من السكر، هي بس مش علاج للسمنه، هي علاج للسكر النوع الثاني بنسبه 90% ممكن المريض يشفى منه. وننصح بيها المرضى اللي بيحبوا السكريات اللي هم سويت لافرز، الناس اللي هي كل يوم لازم تاكل شوكولاته سكريات. لازم تاكل ساعتها حلويات. مش هقول لهم بقى اعملوا تكميم. اعملوا مش تحويل المسار بالظبط كده. تمام. طيب التحويل المسار ليها اثار مثلا جانبيه، ليها مضاعفات بعد مدتها بتاخد قد ايه وقت، وبعدين الانسان بيقدر يزاول حياته بعد قد ايه؟ تمام، هي في وقت العمليه تقريبا بيبقى حوالي ساعه، اكتر من التكميم يعني تقريبا ربع ساعه او حاجه. برضه هو بيخرج بيقعد 24 ساعه في المستشفى، اسبوع سوائل واسبوع سوائل صلبه، يعني اكل مهووس. بعد الاسبوعين دول يبدا يرجع لطبيعته تاني في الاكل. بعد اسبوع او 10 ايام كتير يقدر يرجع لحياته الطبيعيه تماما، يعني بس بيحتاج ياخد فيتامينات. هنا بقى هنتكلم عنه محتاج ياخد فيتامينز علشان بيعاني من ضعف عام بعد العمليه، محتاج انه لان الامتصاص اقل، احنا قللنا الامتصاص عشان يخس وعشان نعالج السكر لو في سكر، فبنقلل الامتصاص، فهو بيحتاج ياخد كالسيوم، يحتاج ياخد فيتامين د، يحتاج ياخد حاجات كتير بنديها له في صورة قصين بياخدهم كل يوم، وحقنة بياخدها مرة في الشهر. طيب يبقى هنا احنا بنتكلم في عملية تحويل المسار دي خصوصي للي بيعانوا من السكر او للي هم بيحبوا السكريات بشكل كبير جدا ومش قادرين يتحكموا في شهيتهم بالزبط. بالنسبة للسكريات بيرجع تاني يزيد لو رجع خد سكريات بعد العملية تحويل المسار؟ لا، مع تحويل المسار لا، مع التكميم ممكن ما يخسش كويس، مش يزيد، ما يخسش كويس. يعني لو واحد مثلا، لو قلنا اتنين وزنهم 130 كيلو والاتنين عملوا تكميم مثلا، اللي بياكل سكريات هيخس ينزل يوصل 100، اللي ما بياكلش سكريات هيوصل 80 و85. لكن في تحويل المسار السكريات ما بتبقاش ليها قوه قوي لان هو احنا مقللين الامتصاص. دلوقتي في هوس، يعني هو جت بمناسبه الحديث انه اتكلم انه في هوس دلوقتي عند السيدات وعند البنات بعمليه تشكيل الجسم عن طريق الفيزر. مش ليزر، فيزر. اي حد يقدر يعمل كده ولا في محاذير عند ناس معينه؟ لا، هي دي بتتعمل لما يكون المريض، يعني احنا ممكن بعد العمليات بتاعتنا لما المريض يفقد الوزن ويوصل للوزن المثالي ويفضل ثابت على الوزن دوت لمده 6 شهور، في عمليات اسمها نحت القوام. ايوه، علشان نقول للناس انه يعني مش واحد يجي مثلا وزنه 130 كيلو ويقول انا عايز اعمل نحت قوام. لا، يعني ساعتها هنقول له ما ينفعش. يعني مهم جدا ان احنا نوجه، ما هو ده اللي بيتفرجوا علينا بالزبط. المريض المناسب يروح يعمل ايه في الاول؟ ايوه، يعني ما ينفعش نحت قوام الا اما يبقى الوزن نفسه مثالي، لكن القوام مش متظبط، محتاج ان هو يعمله بشكل معين او بشيب معين. ما دي اللي هي السمنه الموضعيه، لو حد مضايقه جزء معين في الجسم، وممكن بقى عن طريق شفط او عن طريق اذابه الدهون باي طريقه من الطرق اللي موجوده زي ما حضرتك قلتي، الليزر او الفيزر او اي طريقه ثانيه. يعني هي دلوقتي تعتبر الليتست دلوقتي بالظبط.
اللي عامله احدث هوس حاجه. بالنسبه للناس احدث حاجه. وبس مهم قوي ان احنا نقول برضو في ناس ممكن يعني نقول لهم لا ما ينفعش تعملوها، ولا اي حد ممكن يعملها، اي سن، اي حد بيعاني من اي نوع من الامراض. لا، هو محتاج يكون المريض ما فيهوش محاذير تمنع ان هو ياخد تغذيه، تغذيه كامل، تغذيه كلي. الحقيقه في اذابه الدهون، اذابه الدهون. ده بالنسبه للشفط ولا الفيزر؟ لا، الشفط. ده الشفط. طيب بالنسبه للشفط محتاج ان هو ياخد بنج كلي. فلو عنده بقى مشاكل في القلب او مشاكل في تحليل السيوله بتاعه او مش هيقدر ان هو يعملها. يعني في تحاليل الاول بتتعمل طبعًا علشان طبعا تحاليل روتينيه اللي بتتعمل قبل اي عمليه، مطمنين على انه مش هيبقى فيه اي مضاعفات او اي اثار جانبيه. احنا يهمنا ان المريض يقوم بالسلامه. أكيد. فلازم يبقى فيه كل الفحوصات اللازمه قبل الجراحه. وبالنسبه للفيزر الحقيقه احنا بقى انا ما بمارسوش يعني، بس هو الدكاتره بتوع التجميل هم اللي بيمارسوه. اعتقد ان هو ما بيحتاجش بنج كامل. بنج كامل بيحتاج بنج يعني موضعي اعتقد، او مخدر خفيف اعتقد يعني كده. مهدئ خفيف. طيب ايه الاستراتيجيه اللي حضرتك حابب تقولها لكل مريض خضع لعمليه تكميم معده او تحويل مسار يتبعها، بالنسبه للدايت، بالنسبه لللايف ستايل العام، استراتيجيه وفكر وفلسفه الحياه والاكل والدايت ورياضه، الحاجات دي حضرتك تقول لهم ايه؟ احنا بننصح لازم يبقى في رياضه شبه يوميه، ربع ساعة، شبه يومية، شبه يومية، مشاية في البيت، تريد ميل بقى في البيت بالظبط، يمشي ينزل يتمشى في المنطقة عنده نص ساعة، من نص ساعة وتزيد تدريجيا لحد ما تبقى ساعة. بالنسبة للأكل زي ما قلنا ده بالنسبة اللي خضعوا للعمليات دي، تكميم أو تحويل مسار. وبنبدأ كمان بعد شهرين ننصحهم إن هم يعملوا تمارين سويدي بالذات على مناطق البطن عشان طب ما يحصلش. طب واللي ما بيقدروش يا دكتور، في ناس ما عندهاش القدرة على إنها تمارس تمارين عنيفة أو لا مش عنيفة، تمارين البطن العادية، مش محتاج يعني تمارين البطن العاديه خالص عشان ما يحصلوش. بس لان هو انا بتكلم عن واحد هيفقد 50 او 60 او 70 كيلو، فلو ما عملش كده بيبقى فيه ترهلات كده علشان يشد الجسم، عشان يشد الجسم بالظبط. مع المشي. بالنسبه للاكل احنا بننصح السكريات يعني دايما بقول للمرضى يا دوب ندوق، يا دوب ندوق مره في الاسبوع. هو كده كده ما بيقدرش ياكل الكميه اللي كان بياكلها قبل كده. مع في تحويل المسار بيحتاج الفيتامينات و طيب تمام. عندنا مجموعه صور بيفور وافتر عايزين تعليق من حضرتك عليها. مهم قوي ان هي تظهر للساده المشاهدين برضو توضيح. تمام. الصوره دي ده عمل ايه بقى؟ ده احمد عمل تكميم معده. تكميم هو كان وزنه 130 والحمد لله دلوقتي بقى 75. ده جميل بقى، صغر خالص. مش هو احمد؟ طبعا اكيد. هنا هنا برضه دي عملت تحويل مسار، هي كانت 100 مش تكميم بقى. ليه قلت لها تحويل مسار؟ انها كانت بتحب السكريات قوي. تمام. هي كان عندها سكر؟ لا، بتحب تاكل سكريات. طيب الصوره الثالثه دي تكميم معده، هي كانت 130 برضه دلوقتي بقت 80. تمام. هي دلوقتي يعني اختلفت خالص. حاجه ثانيه خالص، كان بنت دي او دي اخت دي صغيره بالظبط. حقيقه بالزبط. يعني نتائج مبهرة يا دكتور. وهي كان ممكن تعمل شفط مش كده؟ حضرتك نصحتها بقى بالتكميم. في ناس كتير بيقول لنا الحقيقة فاهمين ان احنا ان هم المفروض يعملوا شفط، فابدا اوضح لهم الفرق بين السمنة العامة والسمنة المفرطة عشان يفهموا ان هم محتاجين حاجة تخسسهم كلهم على بعض. اكيد. الحقيقة وقتنا خلص معاك يا دكتور، ونتمنى يكون السادة المشاهدين استفادوا من هذه المعلومات القيمة اللي قلتها الحديثة، علشان ما يبقاش في لبس عندهم ما بين التدبيس والتكميم وتحويل المسار. وقلنا التدبيس دلوقتي اتلغت خلاص. بالزبط. ما بقاش في حاجة اسمها تدبيس، بقى في تكميم وتحويل مسار، ده من بعد شفط الدهون. تمام؟ تمام. انا بشكرك جدا استاذ دكتور محمد عبد المنعم مرزوق، استاذ مساعد جراحات السمنه جامعه عين شمس الاوروبيه والامريكيه لجراحات السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه والامريكيه لجراحات السمنه. نورتنا يا دكتور، شكرا ليك، ونشوفكم ان شاء الله في فقره قادمه. تحياتي.